الله وبركاته. مشاهدينا أينما كنتم، مرحبا بكم إلى أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة عبر الإخبارية الجزائرية. بداية، تنطلق في تمام الساعة 7 بتوقيت الجزائر عملية سحب قرعة مجموعات كأس أمم أفريقيا 2021 المقررة بالكاميرون شهر جانفي المقبل، وسيحضر عملية سحب القرعة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة وعدد من أعضاء المكتب الفيدرالي، بينما سيغيب الناخب الوطني جمال بلماضي لأسباب خاصة عن عملية سحب القرعة. يذكر أن المنتخب الوطني موضوع في الوعاء الأول إلى جانب منتخبات الكاميرون البلد المستضيف، بالإضافة إلى منتخبات تونس والمغرب ونيجيريا والسنغال. تابعونا مشاهدينا عملية سحب القرعة على المباشر عبر الجزائرية الثالثة وكذلك القناة الشبابية السادسة، بداية أو من خلال برنامج خاص ينطلق بعد النشرة الرياضية. في بطولة الرابطة المحترفة، اقترب شباب الوزداد من حسم لقب الموسم إثر فوزه على مولودية الجزائر بهدفين نظيفين لحساب الجولة 36 في دربي عاصمي، علق عليه الزميل وليد فرحاني. الدربي يبقى دربي رغم اختلاف الوضعية والطقوس بين شباب الوزداد ومولودية الجزائر. هنا بملعب 20 أوت الشباب يطمح، يحلم للتتويج هذا الموسم بدرع البطولة أمام منافس ربما أضاع الكثير من الأشياء هذا الموسم. فعلا كانت دقيقة صمت إذن على ضحايا الحرائق، ضحايا حرائق الجزائر في الأونة الأخيرة. ضربة الانطلاقة تعطى اللحظة مشاهدينا الكرام متابعينا عبر القناة السادسة الشبابية، فريق شباب الوزداد. أمير سعيود يبحث عن الزميل، تبادل كروي، أمير من جديد، تدخل موجود، حكم المباراة بن براهم قريب يعلن عن المخالفة. مشاهدينا الكرام ونحن ندخل الدقيقة 7 من زمن شوط المباراة الأول، مختار أو سعيود، يبدو بأنه سعيود، قوية من سعيود لكنها مرت إلى ركلة ركنية لفائدة شباب الوزداد. أخيرا لمغادرة شباب الوزداد، يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، جول 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 المقدمة، ويفتتح مجال التسجيل مع حلول الدقيقة 7. الشباب يفتتح مجال التسجيل ويصل إلى شباك المولودية ويعطي رونقا خاصا لهذا الديربي. في وقت الحديث عن مغادرة سعيود والأخبار التي أثيرت في الأيام القليلة الماضية، سعيود يجيب: نحن في الملعب. يرفع الكرة بحثا عن الرؤوس، بينما هذا جانب من جمهور شباب الوزداد خارج ملعب 20 أوت كله تجربة جديدة. بينما هذا خلف الله، مساحة موجودة لخلف الله، يحاول التسديد ولكن التفطن كان موجود من قبل دفاع المولودية، وتبادل كروي، فرصة كبيرة، جول شعال في المحاولة الماضية. ثنائية للشباب، لا شيء للمولودية بعد مرور ثلاث اليوم. صراحة كانت وفية لتقاليد الناديين الكبيرين، وشاهدنا أهداف جميلة، لحظة التمرير، لحظة طلب الكرة، الوضعية التي كان فيها خلف الله هي التي مكنته أن يضع الكرة بهذا الشكل وبهذا الأسلوب. هنا قيمة المهاجم، هو من بدأ الكرة، تبادل كروي مع السابق. فريق شباب الوزداد
بشكل سريع يلعب الشباب، دخل أجواء المباراة بدون مقدمات. هذا بالخير، يمر بالخير، فرصة كبيرة وركلة جزاء، ركلة جزاء لفائدة بالخير ولعناصر شباب بن وزداد، ويحصل على ركلة جزاء. الخطير السريع المهاري المبدع بالخير هنا فعل كل شيء وراوغ بشكل ممتاز مروان الذي وقع في المحظور. أمن شاء الكلام آخر، زكريا دراوي ضيعها دراوي، بل تألق شعال في الصف. عناصر المولودية تعرف بأنها خسرت المباراة، تحاول على الأقل تدليل الفارق، لكن الحكم يسبق الجميع بن براهم ويعلن عن نهاية المباراة. عقب المباراة قال نجم شباب الوزداد وصانع ألعابه أمير سعيود إن الفوز جعل فريقه أقرب من أي وقت سابق من حسم اللقب، مضيفا من جانب آخر أن عروضا كثيرة وصلته في الفترة الأخيرة لكنه لم يحسم في مستقبله لحد الآن. نظن ثلاث نقاط مهمة اللي راح تخلينا نزيدوا نضمن البطولة أكثر وأكثر. بقالنا الماتش تاع اليوس ما إن شاء الله اللي نكونفيرميو به الشامبيونة إن شاء الله. وانتوليكا نظن رانا إن شاء الله في الطريق صحيح للتتويج بالبطولة إن شاء الله. النتيجة ضمناها في الشوط الأول، وندوزيام ميطو حاولنا نجيريو المقابلة كما تما يلزم الحال. تما عندنا ماتش مع اليوس ما اللي راح يكون ثاني فيها يعني جهد بدني، يطلب منا جهد بدني كبير. كنا لازم نحافظوا مع اللياقه البدنيه تاعنا بور لو بروشان ماتش. الوغ جينينا لا دوزيام ميطون تاعنا يمكن كنا قادرين نسجلوا، مي بون اهم شيء الفوز ان شاء الله. ربي يوفقنا. غادر شباب الوزداد هذا ولا لا؟ لا مازال اي شيء لم يحسم. لا لا صراحه يعني باش نكون صريح معك على الناس، صحيح فيها عروض وفيها مفاوضات من عده فرق، مي بون مازال حاجه ما تحسمت في الوقت الراهن، في المستقبل ان شاء الله راح تبان ان شاء الله. هما كانوا بلو افيكاس سادير دي زوكازيون ماركاوهم سي بور سا سادير لا بريمير ميطون سادير حاولنا انه نعاود نسترجع القوه تاعنا، نعاودوا ننظموا روحنا. في الشوط الثاني كنا تكلمنا مع اللاعبين وطلبنا منهم انهم يتقدموا شويه ونحوسوا نرمونتيو لي سكور تاعنا باش نديروا الدوت ليكيب ادفيرس. الشيء اللي ما كانش، شفنا لاعبين باللي عياو، وحنا عندنا لاعبين اللي ثاني راهم كما يقولوا ولاو من الاصابات. هذه هي مقابله تاع اخر البطوله، خاصه هما كان عندهم اوبجيكتيف، حنايا ما عندناش اوبجيكتيف، يعني صعيب شيء باش تسيب لي سوجدو. في صراع البقاء ضمن الرابطة الأولى، قطع اتحاد بسكرة خطوة كبيرة نحو ضمان بقائه بفضل فوزه الصعب على أمل عين مليلة بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما بملعب 18 فبراير ببسكرة. ونتابع ملخص المباراة بتعليق محمد صالح بوسكر. لعب زياد حمزة من الصورة، يعاتب زملائه العودة المتأخرة، يدروج يحط كرة داخل منطقة العمليات، والحارس بولطيف يتألق، بولطيف عبد الرحمن يتألق، ولو أنه كان بعيد عن ضغط المباراة في الشوط الأول لم تكن له تدخلات كثيرة. هذه الصورة خلينا نقول أن اللاعبين الكل تحت ضغط كبير بالنسبة لاتحاد بسكرة، ونفس الشيء بالنسبة لأمل عين. هي مباراة الرمق الأخير التي لا تحتاج القسمة على اثنين. نظن أن كل فريق يحاول الفوز بنقاط هذه المقابلة. 10 دقائق قبل نهاية المرحلة الثانية والمقابلة وركنية لاتحاد بسكرة، الذي يسعى لاستغلال الكرة التبيثة والاستثمار فيها، كرة مرفوعة رأسية داخل منطقة العملية. اللاعب خوالد نصر الدين والهدف، وخوالد يتمكن من توقيع الهدف الأول في المباراة ولمصلحة اتحاد بسكرة. الكرة عائدة من اللاعب عثماني. نعم نعم، وخوالد كان بعيد عن كل مضايقة. أول خطأ، أول خطأ في دفاع أمل عين مليلة، يتمكن اتحاد بسكرة من توقيع الهدف الأول والتقطع. نعم، كرة طويلة، جعبوط في وسط الميدان، الضغط على جعبوط، جعبوط على مجموعة من اللاعبين، الضغط على جعبوط، جعبوط والحكم يمنحه الخطأ. كما حقق أولمبي شلف الأهم عندما فاز بهدف دون مقابل على الضيف اتحاد الجزائر، مضيفا 3 نقاط ثمينة إلى رصيده قبل جولتين من ختام البطولة. وليد غريبية حضر المباراة ولخصها في هذا التقرير.
الفوز لا غير لتعزيز الحظوظ في ضمان البقاء هو عنوان المباراة التي احتضنها ملعب محمد بومزراق بين أولمبي شلف وضيفه اتحاد العاصمة، مباراة دخلها أصحاب الأرض دون مقدمات عندما بادروا لتهديد مرمى المنافس منذ الدقيقة الأولى بركنية بالجلالي. زماموش يبعد الكرة لتصل إلى فتوحي الذي يسدد وزماموش ببراعة يصدها، ثم في الدقيقة الثانية زحزوح ثم بنزازة يضيعان أمام المرمى. الدقيقة 12 بالجلالي يوزع ورأسية فتوحي أخرجها زماموش للركنية. سيطرة الشلفاء وتواصلت خلال هذا الشوط وسط غياب أي محاولة صريحة لعناصر الاتحاد على غرار تسديدة بوغطايا في الدقيقة 25 وزماموش بالمرصاد. نفس اللاعب بعد 4 دقائق يضيع وجها لوجه مع حارس الاتحاد الذي كان سدا منيعا أمام محاولات أشبال سمير زاوي. الدقيقة 35 بوغطايا يراوغ داخل منطقة الجزاء ويوزع وسط ارتباك في دفاع الاتحاد. ثم الدقيقة 41 بنزازة يوزع ناحية أويس وهذا الأخير بدوره يضيع أمام المرمى، ليأتي الفرج بعدها بدقيقة بنزازة يمرر ناحية مداح وبتسديدة قوية يفتتح مجال التهديف. لينتهي الشوط الأول بتفوق أولمبي شلف بهدف دون رد. في الشوط الثاني انخفض نسق اللاعب مقارنة بسابقه مع سيطرات طفيفة لأصحاب الأرض مقابل بعض المحاولات للزوار على غرار مخالفة زواري بين أحضان الحارس علوشيش، ثم مخالفة بالقاسمي في الدقيقة 66 تصطدم بالجدار. أخطر فرصة في هذا الشوط كانت في الدقيقة 72، أويس يمرر ناحية بالجلالي يضيع وجها لوجه لتعود الكرة لبوغطايا وتسديدته عالية، لينتهي اللقاء بفوز أولمبي شلف بهدف دون رد يرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز 15. مباراة يعني كانت مباراة صعبة، كانت فينا علينا ضغط كبير، كانت علينا لابريسيون كبيرة كونتر فريق اللي لعب طبق كرة جميلة، ونشكرهم على ليتيك سبورتيف اللي لعبوها باسكو مسيف الماتش تاع اليوم سي كان تري تري ديفيسيل، ما ساش بلي لوساتور تاعنا حنا ليكيب تاعنا سي بيان ديجان، كانت عندنا لابريسيون الحمد لله عرفنا كيما نحضروا اللعابها، دينا مقابلة جميلة كنا قادرين نفوتوا نفوزوا بأربع أهداف ولا خمسة، لحد ما كانش معنا كان عندهم حارس الله ياك تعرف زي ما ان حالهم العجب، ان شاء الله حنايا مازال نخدموا ان شاء الله ونبريبارو الماتش ان شاء الله بسكره، والماتش تاع الموسع غليزه في صدنا ان شاء الله باش نخلوا ليكيب ان شاء الله اون بوت ان شاء الله ونخلوها في مكانها الطبيعي ان شاء الله. المقابله كانت كشفتوا بدايه اللقاء كنا قادرين نكملوا اللقاء في 13 دقيقه الاولى، انا ديما نقول الاولاد ولاد الفضامه مش خارجين عليها لانه نشوف قراني قرصاني وشعشوع راه طاولي ولي مزاد فتحي راه طالي تروا بيت لازم نلقوا هذيك الجهه ان شاء الله، واش نو نو لا فيتي لي تروا زوكازيون راتي ما فتحي جون يتعلم، مي لو كان كانت عند واحد شويه خبره كان يقتل المقابله في الربع الاول. الحمد لله قعدنا مامنين رغم الضغط الكبير اللي كان على الفريق وقدرنا نسجل الهدف، الهدف اللي ما نقولش حررنا اللي عطانا اكثر ثقه، وقدرنا سيرك شفت سيرنا اللقاء بكل ذكاء، واش نقول لك ثلاث نقاط ثمينه تخلينا نامن ب 100% للبقاء، لانه قلت لك بقى لنا لقاء خارج ميدان ولقاء داخل. بدوره اقترب نصر حسين داي من ضمان بقائه إثر الفوز الذي حققه على مستضيفه أتلتيك بارادو بثلاثة أهداف مقابل هدفين بملعب الدار البيضاء بالعاصمة. تقدم وليد عرجي بالنصرية بهدف أول مبكر عند الدقيقة 5 من زمن المباراة قبل أن يضيف زميله رشيد ناجي الهدف الثاني نصف ساعة أو قبل انقضاء نصف الساعة الأول منهيا المرحلة الأولى بثنائية. وفي الشوط الثاني قلص زروقي النتيجة من جانب أتلتيك بارادو في الدقيقة 57 قبل أن يعادل ياسين تيطراوي النتيجة لبارادو في الدقيقة 87 من زمن المباراة. وفي الدقيقة 3 من الوقت بديل الضائع أضاف نصر حسين داي ثالث الأهداف بواسطة محمد ربيع مفتاح منهيا المقابلة لصالحه بثلاث نقاط ثمينة في سباق البقاء ضمن الرابطة الأولى.
وبملعب مسعود او بملعب زوغاري بغليزان فاز السريع على شباب قسنطينه بثنائيه مقابل هدف واحد، محققا خطوه كبيره في مشوار البقاء بالرابطه الاولى. طه شعبان تابع المباراه ولخصها في التقرير التالي. إذن مباراة سريع غليزان التي فاز فيها على شباب قسنطينة نتابعها من خلال تقرير الزميل طه شعبان. سريع غليزان وفي آخر مباراة يستقبل فيها فوق أرضية ميدانه هذا الموسم، واجه شباب قسنطينة الذي أقحم ثلاث لاعبين من الفريق الرديف لإعطائهم الفرصة مع الأكابر. الفريق الزائر كانت له أول فرصة بعد هربة جمرود على الجهة اليمنى، وتوزيعته لم تجد أحدا في الاستغلال. الرد جاء مباشرة من أصحاب الأرض عن طريق المنور الذي علت كرته العارضة الأفقية، وفي الدقيقة 15 المهاجم سوغار يفتتح مجال التهديف لصالح سريع غليزان بهذه التسديدة التي باغتت الحارس بن شيخ. بعد هذا الهدف شباب قسنطينة اعتمد على الهجمات المرتدة خاصة على الرواق الأيمن في ظل تواجد المهاجم لقجع الذي أغلق الدفاع بتحركاته وكذا صعود المدافعين للمساندة الهجومية في الكرة الثابتة، ليأتي هدف التعادل للشباب بعد سوء تفاهم بين الدفاع والحارس. المهاجم لقجع يستغل الخطأ ويمرر الكرة على طبق ناحية بولجدري الذي وضع الكرة الشباك. كان ذلك في الدقيقة 30. سريع غليزان أحس بالخطر ورمى بكل ثقله ناحية الأمام، وصنع عدة فرص خطيرة عن طريق المنور، مزاري ومحمد سوغار، فاصطدمت الكرة بالعارضة على مرتين. وأبعد الحارس بن شيخ هذه التسديدة إلى الركنية. وفي الدقيقة 37 وبعد تنفيذ ركنية، المهاجم المنور يراوغ ويسدد ويعمق الفارق بهذه التسديدة، لينتهي الشوط الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح سريع غليزان. هذا وعاد فريق مولودية طهران بالفوز من ميدان مستضيفه أهلي برج بوعريج بثنائية نظيفة في مباراة دون رهانات، حضرها الزميل بالمهدي بالمهل. لم يجد فريق مولودية طهران صعوبة في الفوز على المضيف أهلي برج بوعريج هذا الأخير الذي بدأ في التحضير للموسم القادم ضمن الرابطة الاحترافية الثانية. والبداية في هذا اللقاء كانت للزوار عن طريق الثنائي حميدي وخطاب هذا الأخير يخفق أمام الحارس نصيف. خطاب دائما وتسديدته كانت بعيدة عن المرمى. نلعب الدقيقة 30، سيطرت الحمراء وتجسدت بهدف أول وقعه اللاعب فريفر بعد أن استغل ارتباكا في دفاع المحليين. وفي الدقيقة 45 صيام يقدم كرة لنقاش لكن لصيف يتألق في إخراج الكرة. وفي الوقت بدل الضائع اللاعب الشوطي يعرقل الحاكم عزرين يعلن ركلة الجزاء. شوطي في التنفيذ إنه الهدف الثاني لمولودية طهران. وشوط أول انتهى على نتيجة هدفين لصفر. نفس السيناريو عرفه الشوط الثاني لكن من دون أهداف. فريق يسيطر وآخر يدافع وكأن الأمور حسمت في المرحلة الأولى. أبناء وهران ضيعوا فرص سانحة عن طريق نقاش ليعلن بعدها الحكم عزرين نهاية المباراة على نتيجة هدفين لصفر. إلى ذلك تلعب الأربعاء المباريات الأربع المتبقية من الجولة 36 وتميزها مباراة شبيبة القبائل مع وفاق سطيف ومواجهة وداد تلمسان مع شبيبة الصورة.
مع كرة القدم دائما، لكن من غرف التعليق، حيث توفي أمس المعلق الرياضي السابق بالتلفزيون الجزائري الحبيب بن علي عن عمر ناهز 69 عاما بعد صراع طويل مع المرض. الحبيب يعد من أوائل الصحفيين بالقسم الرياضي، وقد بصم على حضوره في مختلف الحقب التي عرفتها الكرة الجزائرية. ثم توزيع الكرة ممتاز ممتاز، هذا الذكاء وهذا هي كرة القدم. كان وداعا قاسيا يوم غادر الحبيب بن علي قبل سنوات غرفة التعليق، لكن القساوة لامست الصدمة عند نعيه وإعلان خبر مغادرته المفاجئة إلى دار البقاء دون سابق إنذار. انقطع صوت من دعب الميكروفون ل35 عاما وشنف الأسماع بخامته الشجية وصوته الجهوري وبوصفه المتميز لمباريات الزمن الجميل. لا بأس به، لكن يجب العمل أكثر. لحبيب بن علي أطاحه المرض في سن 69، انطفأت شمعة الإعلامي الإنسان الذي يشهد له من عايشوه بالرزانة والخلق والكاريزما. رحل المعلق المخضرم الذي عايش أجمل لحظات الكرة الجزائرية من زمن نوستالجيا الأسود والأبيض إلى عصر البث الرقمي. رحل الشاهد على إبداعات ماجر وعصاد وبلومي، المعايش لتتويجات مناد وعثماني، المعاصر لأفراح بقرة وزياني. الحبيب ترك بصمة جلية ونسقا متفردا في عالم التعليق بنسخته الجزائرية، تمسك بنسقه الخاص وتفرد بجمالية تفاعلاته ودقة مصطلحاته، لم يتخلى عن خصوصية التعليق الجزائري رغم التجارب والصولات والجولات. كان وسيظل الحبيب بن علي واحدا من أعلام التعليق ومن أبرز سفرائه باللمسة والبصمة والنكهة الجزائرية، وسيبقى قبل وبعد ذلك الإنسان المحبوب المحب لمن عرفه وعاشره خلف الميكروفون وخارج غرفة التعليق. إصابة، إصابة أولى، إصابة أولى لصالح المنتخب الوطني من ماجر، إصابة أولى بعد تردد الدفاع التونسي، تردد الدفاع التونسي في الخروج من الكرة هذه، كانت ممتازة، كانت ذكية من مارك في اتجاه الجهة اليمنى. إن لله وإنا إليه راجعون. رحم الله الحبيب بن علي وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان، كل التعازي من جميع أفراد القسم الرياضي. في ألعاب القوى الآن، يستعد أواسط المنتخب الوطني للتنقل إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في بطولة العالم المقررة نهاية الشهر الجاري. أحمد سويلة حضر جانبا من تحذيرات النخبة الوطنية وأعد تقرير التالي. عزيمة كبيرة التمسناها لدى شبان المنتخب الوطني لألعاب القوى لأقل من 20 سنة في التدريبات التي سبق تنقلهم إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في فعاليات بطولة العالم لهذه الفئة. الهدف تاعنا إن شاء الله نكونوا معنا 80 لاعبين نهائيين في بطولة العالم إن شاء الله المقامة في نيروبي بكينيا، وإن شاء الله نحقوا إنجازات مليحة ونكونوا مع الأوائل. هدفنا نحقوا ميدالية بإذن الله في بطولة العالم المقامة بكينيا 2021، وفرحوا الشعب الجزائري وإن شاء الله نحقوا نتيجة جيدة في بطولة العالم، والهدف الأول نكون فيناليست وبوركوا با إن ميدال إن شاء الله، ونشرفوا البلاد ونطلعوا راية الجزائر في العالمية. الهدف تاعنا نحققوا نتائج افضل ان شاء الله، ما راح نشاركوا في بطوله العالم لاواسط، نحاولوا نكونوا في النهائي ونحسنوا من الوقت تاعنا ونديروا المجهودات اللي علينا. وفد المنتخب الوطني الذي شد الرحال الى كينيا يضم 16 عنصرا، من بينهم 10 رياضيين، 6 ذكور و4 فتيات،
سيتنافسون مع خيرة رياضيي العالم لفئة الأواسط، والهدف واضح هو نيل أكبر عدد من الميداليات رغم الظروف الصعبة والاستثنائية التي تعيشها الجزائر على غرار بقية دول العالم. المجموعة متوازنة، الاختصاصات تقريبا هي اختصاصات مسافة نصف طويلة وطويلة، ثلاث رياضيين في المشي وهما يعني من أحسن الرياضيين على المستوى الإفريقي وكذلك عندهم أرقام جيدة عالميا، هناك رياضية في اختصاص 100 متر حواجز، هناك رياضيين كذلك في اختصاص 800 متر على رأسهم الرياضي جواند محمد علي اللي هو بطل عربي في صنف الأكابر وهو من أبرز الرياضيين، الترتيب العالمي تاعو خامس عالمي، نتمنى إن شاء الله أنه يكون من الرياضيين متواجدين ميدالية في هذه البطولة العالمية. نقول لك الأهداف الأخرى يعني كالميداليات كل واحد على حسب المستوى تاعو، فهمت؟ إن شاء الله إن شاء الله جواند هذاك إن شاء الله يجيب لنا ميدالية، والآخرين راهم في تقريبا كما تاع المشي عنده ثالث وقت في العالم ولا رابع، يعني يقدر يتنافس مع الاوائل، وان شاء الله نتمنى لهم النجاح كلهم، راهم في تحضير يعني ذهني ومعنويات راهم ما شاء الله، وجا شافهم سيد الوزير على كل حال ما شاء الله، يعني اول حاجه اول مره لوزير جا وزير يعني اعطى قيمه خاصه لهذا الشبان هادو، ما والله غير طلع لهم المعنويات وهذه حاجه تحفز. موعد نيروبي هو فرصة من أجل تشريف الألوان الوطنية وإعادة رياضة ألعاب القوة الجزائرية إلى الواجهة، إضافة إلى كونه سانحة لاكتشاف الرياضيين الذين وجب على الجميع مرافقتهم ومتابعتهم بغية العودة لمنصات التتويج الأولمبية والعالمية. كل التوفيق لأواسط النخبة الوطنية لألعاب القوى، وكل التوفيق لزملاء محمد علي جواند المعول عليه في إحراز الميدالية الذهبية في موعد نيروبي الذي ينطلق غدا بغياب منتخبات الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا. مشاهدينا بألعاب القوى كذلك، لكن في المستوى العالي، فرغم تألق الرياضيين في أولمبياد طوكيو تظل أرقام السباح الأمريكي الأسطورة مايكل فيلبس عاصية على التحطيم بعدما حقق 28 ميدالية أولمبية في مسيرته، رقم تاريخي للقرش الأمريكي، تقول وهبة بالحواء. أسماء تخلدها الإنجازات ويحفظها التاريخ مع مرور السنين، والبقاء في القمة من أصعب الأمور تحقيقا بعد الوصول إليها. السباح مايكل فيلبس فعلها منذ أن صار أصغر بطل عالم تحت سن 16 بحوزته رقما قياسيا عالميا في مسافة 200 متر فراشة باليابان في 2001، ليبدأ بعد ذلك في تدوين صفحات تاريخ مرصع بالذهب. فيلبس يشارك في 5 دورات أولمبية منذ سيدني 2000 ويحقق إنجازا غير مسبوق بمجموع 28 ميدالية، 23 منها من المعدن النفيس. حصيلة الميداليات المحققة تفوق حتى تاريخ دول شاركت في الأولمبياد الصيفية الشتوية وحتى البارالمبية، لتجعل من فيلبس الأسطورة الظاهرة النادرة، ناهيك عن الألقاب والأرقام القياسية العالمية التي فاقت 66. فيلبس ترك إرثا ثقيلا كبيرا لمن خلفه من السباحين وحتى الرياضيين في اختصاصات أخرى. بلغة بيولوجية الجسد يستحيل في الوقت الراهن ويستعصي على كل رياضي أن يحقق ما وصل إليه فيلبس، ومثال عن ذلك مواطنه كايليب دريسل الذي حطم الرقم القياسي الشخصي لفيلبس في 100 متر فراشة، وحتى المجري كريستوف ميلان. بلغة الحسابات الفوز بخمس ميداليات في 4 مشاركات متتالية يبقي رقم فيلبس في المزاد. مايكل فيلبس ظاهرة رياضية ونادرة أولمبية
صعب أن تتكرر مرتين. والصعوبة وهيبة بالحوة تلامس ربما الاستحالة، إن صعب جدا أن يتم تحطيم أرقام مايكل فيلبس. مشاهدينا، في الأخير نذكركم بقرعة كأس أمم أفريقيا التي تسحب في تمام السابعة، وبالبرنامج الخاص والنقل المباشر لوقائع القرعة عبر القناة الإخبارية والقناة السادسة مع الزميل طارق بوفليح. شكرا لكم على متابعة أخبارنا الرياضية التي كان في إخراجها رضوان حاج حمد، وترأس تحريرها توفيق دربال ووهيبة بالحوة. هذا علي جعفر يحييكم في أمان الله.